الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لو أن ضيفا جاء لنا زائرا في بيوتنا، وهذا الضيف أغدقنا بالنعيم، وهذا الضيف جاء لنا بالبركات والخيرات، وأعطاك من البركات ما أعطاك، ثم بعد أيام قام هذا الضيف وأراد أن يرحل، فما هو شعورك؟ وما هو فراقك لهذا الضيف؟ كيف ستودع هذا الضيف الذي جاء لك بالبركات والخيرات؟ بالأمس القريب كنا نستقبل شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، كنا نستقبل رمضان، وها هو اليوم رمضان أزف على الرحيل، رمضان أزف على الرحيل. وصدق الله العظيم القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، نعم أياما معدودات، أياما معدودات، أياما قلائل. يقول الإمام السعدي رحمه الله: أياما معدودات أي قلائل في غاية السهولة، أياما معدودات، 29 أو 30 يوما من رمضان، فرمضان لا ينقص عن 29 يوم ولا يزيد عن 30 يوما، أياما معدودات. الشهر الوحيد، الشهر الوحيد الذي يعد فيه الإنسان جميع الأيام. اليوم دخلنا رمضان، اليوم الأول والثاني، أياما معدودات يعد الأيام، ثم وصلنا إلى 7 رمضان، ثم 10، ثم 20، وها هو رمضان أزف على الرحيل، أزف على الذهاب. وذهاب رمضان وانقضاء الأيام وانقضاء الأشهر، هذا دلالة على انتهاء الأعمار وانتهاء أعمارنا. فلذلك روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمنكبي، أي بمنكبي ابن عمر رضي الله عنه، فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلذلك يقول ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل لهذه الدنيا كأنك تعيش في هذه الدنيا أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، اعمل للآخرة كأنك ستموت غدا. فلذلك رمضان مضمار وسباق للصالحين، نعم تسابق السابقون وربح الرابحون وفاز كثير من عباد الله المؤمنون. رمضان دخل علينا رمضان وجاء بالبركات والإحسان، فتحت أبواب الجنان، غلقت أبواب النيران، صفدت الشياطين. نعم رمضان قرأنا ما قرأنا من كتاب ربنا، صمنا نهاره وقمنا ليله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلذلك وجب علينا أن نهنئ الذين فازوا وربحوا في هذا الشهر المبارك، نهنئ من ختم القرآن ختمات كثيرة، من قام ليالي رمضان، من صام رمضان، من تصدق وأحسن لله رب العالمين في هذا الشهر المبارك، هنيئا له، هنيئا له ما قدم في هذا الشهر، هنيئا له ما كسب من الأجر والثواب لله رب العالمين في هذا الشهر. ونعزي من قصر في جنب الله وقصر مع هذا الشهر المبارك الذي جاء بالعطايا وجاء بالبركات، نعزيه ونقول له: ولكن رحمة الله أعظم،
ورحمة الله كبيرة بالمؤمنين وبالمحسنين. فإذا أردت يا عبد الله، إذا أردت أن تلحق الصالحين، وأردت أن تلحق بالفائزين، وأردت أن تلحق بعباد الله الصالحين، يقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال بالخواتيم. فلذلك لم يتبقى على رمضان إلا أياماً معدودات، كما قال الله: أياماً معدودات، أيام قليلة. فلذلك تستطيع في هذه الأيام والساعات المتبقية أن تدرك الصالحين وأن تلحق بالفائزين، كيف لا؟ وهذه الأيام المتبقية ربما تدرك ليلة القدر، ليلة القدر، ليلة القدر الشريفة التي قال الله عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حرم خيرها فقد حرم، أي هذا الشهر. فلذلك أنت تستطيع يا عبد الله، يا عبد الله، تستطيع أن تلحق بالصالحين. بماذا؟ بأنك تقوم لله سبحانه وتعالى وترجع لله سبحانه وتعالى فيما تبقي من أيام رمضان، ترجع لله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوحة أنك ستقوم لله وستصوم لله وستقوم ليلة القدر إذا وفقك الله لقيامه، فإنها خير من 83 سنة. نعم، خير من 83 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك يا عبد الله، فإن في هذه الأيام وفي هذه الليالي لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار. إذا فرطت في جنب الله في الأيام السابقة تستطيع أن تلحق بالصالحين، أن تقوم من هذه الليلة لله رب العالمين وتدعو الله وتدعو الله وتدعو الله أن يكتبك من عتقائه من النار. فإن لله في كل ليلة عتقاء من النار، تلح على الله بالدعاء، تدعو الله، تلح على الله بالدعاء أن يعتق رقبتك من النار. ما معنى أن يعتق رقبتك من النار؟ أي لا يدخلك النار أبدا. ومن لم يدخله، من لم يدخل النار وجبت له الجنة. فما هو مرادنا نحن المسلمون إلا جنة عرضها السماوات والأرض؟ نريد هذه الجنة. فلذلك هناك أعمال قليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال بالخواتيم. نستطيع أن نلحق بالصالحين، من قرأوا القرآن، من تصدقوا، من قاموا الليالي بليلة أو بعمل صالح، نختم بها شهرنا ذلك، هذا الشهر المبارك، ويكون لنا لحقنا بالصالحين بأعمالهم بإذنه سبحانه وتعالى. وكذلك نقول للفائزين: إن الأعمال بالخواتيم، لا ترجع، ما عملت بهذه الأيام واصل وزد حتى ينتهي شهر رمضان المبارك، شهر القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم شهر رمضان. رمضان سيرحل بعد أيام، بعد ساعات من الآن، بعد أيام قلائل سيرحل عنا شهر رمضان، شهر الخيرات، شهر البركات، وسيعود رمضان في أعوام قادمة. لكن هل نعلم أنا وأنت يا عبد الله سنكون ممن يدرك رمضان العام القادم؟ رمضان سيرحل وسيعود ببركاته وخيراته وأعماله، ولكن أنا وأنت يا عبد الله، هل سيقدر لنا الله سبحانه وتعالى أن نكون في رمضان القادم ندرك رمضان ونستقبل رمضان، أو نكون ممن قد قدر الله سبحانه وتعالى وكتب أجله وكان من أهل الفردوس الأعلى ومن تحت الثرى وتحت التراب؟ كم من صديق وحبيب وكم من نعز كان معنا في رمضان مضى واليوم تحت الثرى، لم يكن معنا في هذا الرمضان، فربما نحن لا نكون مع من نحب في رمضانات
قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا وعليكم وعلى المسلمين رمضان مرات ومرات كثيرة وأزمنة طويلة ونحن في صحة وعافية. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل منا ما قدمنا يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.